موعدنا الآن مشاهدينا الكرام مع الأخبار الاقتصادية. وفاطمة خليل، أهلا بك فاطمة. أهلا بك سحر نايجي، أهلا بك نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسما توضيحيا جديدا بعنوان فيتش التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر. سلط المركز الضوء على تقرير أصدرته فيتش يحلل فيه التعديلات الوزارية وأثارها الإيجابية على استقرار الخطط التنموية في مصر. جاء في الرسم التوضيحي أن فيتش قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي في البلاد بسبب الآثار الإيجابية التي سيشكلها التعديل الوزاري الأخير، مشيرة إلى أن التعديل الوزاري بمثابة تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية. كما أوضحت فيتش أن التعديل الوزاري مهم لاستمرارية السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها، كما سيساعد على تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية. بحث وزير التجارة والصناعة أحمد سمير مع محافظ الغربية طارق رحمي منظومة التنمية الصناعية بالمحافظة. أكد الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لتنمية وتطوير قطاع الصناعة بكافة محافظات مصر، والاستفادة من جميع الإمكانات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية لكل محافظة، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية ومن ثم زيادة معدلات مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب زيادة معدلات التصدير. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في شهر مايو 2022. أكد الجهاز أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية ارتفع خلال شهر مايو بنسبة قدرها 3.91%. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100. تراجع رأس المال السوقي بنحو 1.450 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669.530 مليار جنيه وسط تداولات بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه. على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9914 نقطة متراجعا بنسبة 72% ليغلق عند مستوى 9843 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2130 نقطة مرتفعا بنسبة 92% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3048 نقطة مرتفعا بنسبة 53% ليغلق عند مستوى 3064 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و10 قروش للشراء و19 جنيه و17 قرش للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19 جنيه و36 قرشا للشراء و19 جنيه و44 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و98 قرشا للشراء و23 جنيه و8 قروش للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.19 جنيه للشراء و5.22 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.08 جنيه للشراء و5.10 جنيه للبيع. هبط بناء المساكن في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو متأثرا بارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار مواد البناء، ما يشير إلى أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم قد تواصل الانكماش في الربع الثالث. قالت وزارة التجارة الأمريكية أن بناء المساكن الجديدة هوى بنسبة 9.6%، كما هبطت التراخيص لبناء المساكن مستقبلا بنسبة 1.3%.
أظهرت بيانات رسمية تراجعاً في سوق العمل البريطانية، حيث صارت الشركات أكثر حذراً فيما يتعلق بالتوظيف، وواجه العمال انخفاضاً قياسياً لأجورهم الأساسية عند تعديلها، ومع ارتفاع التضخم واستقر معدل البطالة في بريطانيا عند 3.8% بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.